سأل أو أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. والحديث هذا مع قصر عباراته إلا أنه حوى معان عظيمة. وقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره، وسؤال الرجل الذي ذكره هذا الصحابي رضي الله عنهم جميعا هو سؤال يحب فيه اختصار العلم، يعني داير لي قول يكون من بلاغته واستيعابه أنه لا يحتاج إلى كلام أحد بعد هذا القول. عشان كده قال: لا أسأل عنه أحدا بعدك أو لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني يكون كلام شافي ومانع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وهاتين العبارتين حوتا علما عظيما، بل حوتا أشرف العلوم. الأمر الأول يتعلق بالله، والأمر الثاني يتعلق بالعبد. فأول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام قال له: قل آمنت بالله، وهذا يوافق ما جاء في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ربنا عز وجل قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. قال العلماء: تتنزل عليهم في ثلاثة مواضع. الموضع الأول عند خروج الروح، زول بيحتاج إلى التثبيت لأنه يرى ما لا عهد له به، يشوف ملائكة ويشوف يعني أحوال الآخرة وداري فارق الدنيا وروحه مارقة، فيحتاج إلى تثبيت الله له حتى يقول لا إله إلا الله. والموضع الثاني أو الموضع الثاني وهو عند الخروج من القبر، وكذلك الإنسان انتقل من دار وهي دار البرزخ إلى الدار الآخرة، وهو يستقبل أرض المحشر ويرى تغير الأحوال ويرى من الأهوال ما يرى، فيحتاج إلى البشارة والتثبيت. عشان كده ربنا عز وجل قال: والموضع الذي قبله في البرزخ عند سؤال الملكين، فإنه أيضا يحتاج إلى تثبيت الله له. ولذلك ربنا قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ملائكة بتنزل عليهم بشنو؟ في ناس الملائكة بتنزل عليهم بالعذاب، وفي ناس الملائكة بتنزل عليهم بالبشرى، وهؤلاء أهل الاستقامة والإيمان من أهلها. ربنا قال: ألا تخافوا. الزول بيخاف من المستقبل لأن الخوف يكون مما سيأتي، ولا تحزنوا على ما مضى، يعني أنه أيضا الحزن يكون على أمر فات ومضى. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لأنهم في الدنيا ربنا قال لهم استقيموا وآمنوا. ما هي النتيجة؟ النتيجة أن لكم الجنة. فإذا نزلت عليهم الملائكة في هذه المواضع بشرتهم بالجنة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ابن كثير رحمه الله قال: نحن أولياؤكم، يعني كنا نأمركم بالخير ونحثكم عليه في الحياة الدنيا،
وفي الآخرة نهديكم إلى طريق الجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها يعني في الجنة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا يعني مكانا معدا للضيوف، وأنت ضيف من؟ ضيف أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، من غفور الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأول كلمة في هذا الحديث هو الإيمان بالله، وده يا أخواننا يوافق كلام الصحابة في تفسير الآية رضي الله عنهم أجمعين، أن أبا بكر الصديق كما ذكر ابن كثير رحمه الله سأل أصحابهم فقال: ما تقولون في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟ فقالوا هم استقاموا على الطاعة، وذكروا أشياء، وهذا كلام ليس مخالفا، ولكن أراد أبو بكر أن يبين لهم أعظم معنى للاستقامة، فقال: لقد حملتموها على غير المحمل، هم قوم استقاموا على طاعة الله فلم يشركوا بالله شيئا. ده أول معاني الاستقامة ومن معاني الإيمان، إن أخوانا الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا. وما معنى الشرك؟ لأنه يا أخواننا الشرك عنده خطورة عظيمة، منا إنه ربنا ما بيغفر للإنسان المشرك، ربنا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنها أيضا أن المشرك حرام عليه الجنة، ربنا قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم، يعني منع، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وأنه من الخالدين في النار، وأنه لا تناله رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه مطرود مبعود من رحمة الله ومن الجنة، وأنه حابط العمل كما قال الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. طيب ما هو هذا الشرك؟ لأن يا أخواننا الشرك خافوا منه أصلح الصالحين وهم الأنبياء والمرسلون، عشان كده إبراهيم عليه السلام قال في سورة إبراهيم قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال العلماء: وهذا أبلغ مما لو قال باعدني بيني وبين عبادة الأصنام، ومعنى جنبني يعني اجعلني في جانب، وعبادة الأصنام في جانب، فخاف على نفسه الشرك بالله. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه وعلى أمته، وهذا من كمال معرفتهم يا أخواننا بقدر الإيمان الصحيح والتوحيد الصحيح والعقيدة الصحيحة. لأن أخواننا أي زول فينا الليلة لو عنده مال قيم وقروش تمام ما بيخدها في أي محل، لو عندك الليلة ذهب أو دولار أو غيره ما بتمشي تخدته في الحوش، ولا بتخدته في البرندة ولا في الأوضة، حتى في الأوضة بتخدته في دولاب، وجوا الدولاب بتخد في خزنة، وجوا الخزنة بكون مكفولة بمفتاح، والمفتاح شايله معاك 24 ساعة. ليه يا أخوانا؟ لأنه ده شيء عزيز وده شيء غالي وده شيء قيم. أما في الحوش الله يكرمك بتخد سراير الحديد، ممكن تلقى الأباريق والحاجات زي دي. ليه يا أخوانا؟ لأنه ما عندها قيمة لو سرقت. كذلك يا أخوانا الإيمان، إذا الإنسان بقى ما عنده إيمان أو بقى مشرك ده ما عنده أي عمل. ربنا قال: فلا نقيم لهم يوم القيامة شنو؟ وزنا، يعني موازين، وحتخسر يوم القيامة والعياذ بالله، نسأل الله العافية. عشان كده ربنا قال في الآية الثانية قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. ربنا أثبت لهم أعمال كان بيعملوا، لكن أعمالهم دي ما مقبولة بل ما عندها أجر. ربنا قال: فجعلناها شنو؟ هباء، فجعلناه هباء منثورا، يعني بقى زي ال 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 زي ال عندنا الآن ال بتلقاه جوا الكور بتاعت العشر دي، الهباء، الشيء الخفيف الذي لا قيمة له. فشاهد من الكلام إن أخواننا أن إبراهيم عليه السلام
وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاف على أنفسهما من ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. لأن أخواننا الشرك خطير ويحبط العمل. وما هو الشرك؟ إن أخواننا حق ربنا سبحانه وتعالى يدل مخلوق لو صالح ولو طالح. فمن حق الله وأعظم حق الله العبادة، كما جاء في حديث معاذ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ الرديف على حمار يقال له عفير، قال: هل تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الليلة لو في زول جاء شال شبر من وطاتك، أنت بتقوم معاه مشكلة ما يحلوها إلا يرجع لك حقك أو تموت. لو في زول اعتدى على مالك أنت ما بتخليه لغاية ما ترجع حقك، تقول له: زول مالك في شنو؟ يقول لك: ده حقي. طيب العبادة حقت منه؟ حقت ربنا سبحانه وتعالى، لا حقت رسول من الرسل ولا ملك من الملائكة ولا صحابي من الصحابة ولا صالح من الصالحين ولا طالح من الطالحين ولا جن ولا بشر. العبادة حقت الله. فإذا أخذت حق الله وأعطيته للمخلوق فأنت قد وقعت في الشرك. لأن أخواننا كلمة الشرك العلماء قالوا جاية من الضم والخلط والنصيب والجزء. يقول لك: يا أخي والله السنة دي دارنا تاجر أو نزرع سوا، فأنا بجيب جزء من مالي، نفس التعريف، وده بجيب جزء من مال، ونقوم نخلط مع بعض ونضم مع بعض، وبعد ذاك لما نربح أي زول بشيل شنو؟ بشيل نصيبه. ده الشرك ذاته. فلما الدعاء اللي هو حق الله، ربنا قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وربنا قال سبحانه وتعالى: ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وربنا قال: قل أندعو من دون الله، دون الله دي خاشين فيها الرسل والملائكة والصالحين أي مخلوق، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد. ودي اسمها عند العلماء صفة كاشفة، مش معناه لو لقينا اللي بينفعنا ويضرنا ندعو، لا، إنه ده حاله كده، ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فالإنسان إذا صرف العبادة دي بقى يدعو مع الله لما تنزل به شديدة أو داير قروش أو داير ولد أو كذا أو كذا، يقوم يدعو المخلوق مع الله، ده وقع في الشرك بالله، وده ما من أهل الاستقامة. ولا تتنزل عليه الملائكة بالثبات، لأنه ربنا قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين عن المشركين. عشان كده في الآية الثانية من سورة الأعراف ربنا قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ربنا قال من الأظلم منه؟ الافترى على الله كذب، ومن أعظم الكذب على الله الشرك. أو كذب بآياته، جابوا له الآيات من الله قام رداه، ربنا قال ما في أحد أظلم من ده. حتى إذا طيب ده حاله شنو؟ المستقيمين والمؤمنين والموحدين ربنا بنزل عليهم الملائكة بالبشرة، هذا حاله شنو؟ ربنا قال في القرآن: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب يعني من العذاب، كما قال ابن كثير وغيره من المفسرين. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، وين فلان ابن فلان اللي أنت قلت صالح وبتدعوه مع الله وينه؟ الجواب عندهم ما ربنا لا خلى الجواب ده لبشر ولا لعالم ولا لأي مخلوق، ربنا بيّن، لأنه ده أخواننا من أحوال الآخرة. والإنسان إذا ما صدق بالآيات الجاءت في القرآن والله دي ورطة ما يتخلص منها أبدا إذا مات.
ربنا قال أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من الله من دون الله. العلماء قالوا ده سؤال بتاع تبكيت وعذاب اللي ينفعك. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال قالوا ضلوا عنه. ربنا قال وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وده برضو من أسماء دعاء غير الله إنه ده كفر. ولذلك الإنسان يا أخواننا إذا جلي ربنا سبحانه وتعالى بحقه ربنا عز وجل بيتجاوز له عن الذنوب العظيمة ويغفر له ويرحمه. ولأنه حق ربنا سبحانه وتعالى ده أقل شيء الإنسان يعمل، لأنه ربنا خلقنا ورزقنا وربنا براه وبيدينا الأولاد وربنا براه وبيحفظنا وربنا سبحانه وتعالى براه وبيمن علينا. ربنا ذكر هذا في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. الكسرة ولا الويكة الملاح ولا العصيدة ولا القراصة ولا العيش ولا الكسرة اللي بيأكل الإنسان، الصينية بتاعت الغداء دي وهنا بيجاي في صحن بتاع سلطة خضراء وبيجاي صحن بتاع فواكه وبيجاي لحم وبيجاي. ربنا قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، دي من الآيات. أن ليه يعني ليه الكلام ده ربنا بيذكره؟ عشان يمتن عليك إنه ما دام أنا سهلت لك ده كله أعبدني براي. ما حاجة كثيرة، لكن كثير من البشر ده ما دايرين. يقول لك في الشدائد تنهم الشيخ الفلاني، وده ما حقه، ده حق الله سبحانه وتعالى. ربنا قال أنا صببنا الماء صبا، الموية نزلت، ثم شققنا الأرض شقا. عشان كده ربنا نحن ما يسمنا زارعين، نحن يسمنا حراتين. ربنا قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. فده كله من الله. قال أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة. والحب ده دل منه الأكل بتاع غالب الناس، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة. ربنا بعد ما أكلت أداك التحلية وأبى دطعم البهائم متاعا لكم ولأنعامكم. فالزول بعد ما ربنا ينعم لهم إذا دعا غير الله ده مشرك ولا ما مشرك؟ ده شاكر لله يا أخوانا. ربنا المسألة السوداني بيقول لك الخيل تجقلب والشكر ليه حماد. الزول ما بيرضى. لو عندك واحد من أعمامك ولا الناس الكبار وعندك والدك يتوفى وكان بيصرف عليك من بدري لغاية ما بقيت راجل وبقى عندك قروش ومكانع في الناس وكده، وانت قاعد في قاعدة بتاعت عيد ولا الأهل متلمين، قال لك ها فلان ما شاء الله والله مشيت لي قدام، يقول لك يا زول الله أنا براي الشغلة دي براي، ما في زول يقف معي من أهلي. أهل الزول ده تاني بيقعدوا معه؟ ما بيقعدوا معه. ليه يا أخواننا؟ لأنه ده يا أخواننا ما بيشكر للبشر. فكيف بيخلق البشر؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أدركت زيد بن عمرو بن نفيل، وده والد سعيد بن زيد من العشر المبشرين وعم عمر بن الخطاب طوال، قال مسند ظهره إلى الكعبة يقول والله يا معشر قريش ما بقي منكم أحد على دين إبراهيم غيري. الشاء البهيمة دي خلقها الله وأنبت لها الكلى تذبحونها لغير الله. ربنا خلقها ونزل لها المطر وجاب لها أكل من حيث لا تحتسب. فكيف لما الواحد يجي يضحى يقول دي لي فلان؟ وهم يا أخواننا الناس ذيل كانوا بيعبدوا اللات والعزة ومنات، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال دي كانت صور للرجال الصالحين، ما كان حجار، ما كان بيعبدوا الحجار لأنها حجار، وإنما هي صور. لكن زمان ما كان عندهم كاميرات وموبايل حديث وكذا وكذا عشان إنهم يقوموا يصوروا الصالح وكذا وكذا، وإلا دي الناس صالحين. ربنا قال وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلال. ولذلك يا أخواننا الإنسان أهم حاجة يلقى بها ربنا عز وجل
ربنا قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مهما فرطت ومهما وقعت في الذنوب ومهما وقعت في المعاصي ومهما قصرت في الطاعة ومهما يعني قصرت في الفرائض الزول في الصلوات في الصيام في غيره بيفرط، لكن أخوانا الإنسان لا يفرط في العقيدة، لأنه ربنا ما بيقبل العمل. ربنا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مش الشرك الكبير إنه يدعو غير الله أو يعلق له حجاب أو يعتقد إنه داك بيعلم الغيبة وبيجيب الرائحة وكذا، لا دلو الزول بس صلى، بس صلى في الجامعة ليه الله، لكن بس عشان الناس يقولوا الزول ده صلاي. النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم كما في الحديث القدسي، قال يقول الله سبحانه وتعالى لمن لأهل الرياء لما يكونوا دايرين حسنات على الأعمال الصالحة العملون وهي أعمال صالحة ما طالحة، قال فيقول لهم الله اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فالتمسوا عندهم أجرا. ربنا يقول لهم أمشوا للناس اللي كنتم بتعبدوا الله عشانهم فأمشوا التمسوا عندهم أجرا. فكيف الزول اللي بيعبد غير ربنا سبحانه وتعالى مع الله؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة دي أخواننا الزول بيسأله في الصلاة أكثر من 17 مرة في اليوم، اهدنا الصراط المستقيم. وربنا قال للرسول عليه الصلاة والسلام كما في سورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فنحن أخواننا مأمورين، الإنسان ما معصوم، إذا فعل المعصية يتوب وإذا قصر يرجع، لكن بينك وبين الله ما تجعل واسطة، لأن أخواننا ربنا ما زي ملوك الدنيا سبحانه وتعالى ولا زي معظمين ورؤساء الدنيا يحتاج سكرتيري والريو ويحتاج كذا، لا. ربنا قال لما جاء الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، فربنا طوال نزل الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا أخي ربنا أدى إبليس، أنا بتحير الزول بيمشي ينادي له قبر ميت لجنه، يا الله ما عنده سبحانه وتعالى، والله الله بخيل واحد من الاثنين، ما انت ماشي لغيره ليه؟ هو خلقك واوجدك من العدم ومن عليك، ليه بتمشي لغيره؟ واحد من الاثنين، اما ربك بخيل واما ربك سبحانه وتعالى ما عنده. فما دام ربنا عنده اي حاجه فارجع وافزع اليه وحده. ربنا قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عشان كده عمر بن الخطاب نختم بالأثر ده قال أنا لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة، لأن الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الله سبحانه وتعالى يرحمنا ويتجاوز عنا وأن يوفقنا وإياكم وناصف على الإطالة، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع وحسن الاستضافة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر والهداية والرحمة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.